مسلم وفي غيره: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والزول الدار يدخل الجنة ودار الله يرضى عليه سبحانه وتعالى اسلك الدين ده، وهو دين الإسلام. قال تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الدين وهو دين الإسلام قائم على أصلين، عشان تفهم دين الإسلام قائم على أصلين. من فهم هذين الأصلين وقام بهما قام بدين الإسلام، ده زول الله بيرضى عليه في الدنيا والآخرة. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، شكي النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر الشهادتين وذكر الصلاة والصيام والحج وذكر الزكاة. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. في رواية: وحج البيت وصوم رمضان. وفي صحيح مسلم سئل ابن عمر قيل له: وحج البيت وصوم رمضان؟ قال: لا، وصوم رمضان وحج البيت. المهم الدين ده قائم على هذه الأركان أو هذه القواعد وهذه الدعائم، وأولها الشهادتان: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي غيره من رواية جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الأعراب، فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ البيوجب دخول الجنة شنو؟ والبيوجب دخول النار شنو؟ سؤال واضح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. شكل الدين ده كله قائم على الأصلين دين: الأول أن لا يعبد إلا الله، والثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع، اللي هو عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة الجبار الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في سنن الترمذي وفي صحيح الجامع من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، أي إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، أي في سبيل الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أمرا عظيما، فقال بعد أن ذكر مجموعة من الفوائد في نهاية الحديث:
قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أمسك عليك لسانك وفي لفظ كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يا جماعة النصوص دي الزول يفهم منا إنه الأصل العظيم هو توحيد الله تعالى، أن لا يعبد إلا الله. والأصل ده الزول بيذكروا به. ما تفتكر نحن لما نخش المساجد ونقول للناس وحدوا الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، معناه الناس اللي قدامنا ديل مشركين مشركون، ما المقصود كده. لكن نحن نذكرهم ونبين لهم، لأن هناك من يجهل، وهناك من لبس عليه، وهناك وهناك وهناك، وفي ناس بيضللوا الناس، وفي عقائد منتشرة خايفين على الناس من عذاب الله تعالى. وأنا أديك بعض الأمثلة اللي بتناقض الأصل ده. الزول يعبد الله زي ما بقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين. مما يناقض هذا الأصل أن يعتقد العبد أن غير الله تعالى يعلم الغيب، في غيب وفي شهادة، ده ميكروفون دي شهادة شايفينه، في غيب غاب عن الحواس غاب عنك، الجنة غيب انت ما شفتها بعينك، والنار غيب، وبكرة بيحصل شنو ده غيب انت ما عارف بكرة بيحصل لك شنو. لما نيجي زول يقول لك أنا بعرف بكرة بيحصل شنو، ده يدعى علم الغيب. لما زول تروح منه حاجة يقول لك أنت ما شايف الرايحة دي، لكن أنا بشوف الرايحة وبعرفها، ده يدعى علم الغيب. والله تعالى قال في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. مش كلام واضح؟ في صحيح البخاري عائشة رضي الله عنها في حديث التيمم، وده مناسبة التيمم ذاته، التيمم شرعوه ده المناسبة بتاعته. في صحيح البخاري الناس حجوا بعدين في حجة الوداع، عائشة رضي الله عنها عندها عقد غير حادثة الإفك، العقد ذابت لتقضي الحاجة في الخلاء، فسقط العقد منها، العقد منها وقع. وفي بعض الروايات جاءت الناقة مع الوقع العقد بركت. والكلام ده متين بعد العصر، بعد صلاة العصر، يعني زي صلاتنا دي هسه الآن وزي وقتنا ده. وعائشة رضي الله عنها جاءت والصحابة خلاص استعدوا دارين يرجعوا من مكة، دارين يمشوا المدينة، 10,000 صحابة. فقالوا يا رسول الله نرجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. قال إن عقد عائشة، إن عقد أسماء سقط من عائشة، العقد اللي لابسه عائشة ده حق أسماء وأختها، ووقع منا وأنا بفتش له، وهو العقد تحت شنو؟ الناقة. واللي بفتش له منه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعه عائشة. والصحابة قالوا أتينا معك لن نرجع إلا وأنت معنا، فمكثوا يبحثون عن العقد. 10,000 صحابي ديل أولياء ولا ما أولياء، صالحين ولا ما صالحين، معاون الرسول عليه الصلاة والسلام، في أصلح منه؟ بفتشوا للعقد ومعاون عائشة. من بعد العصر لما الصبح قال الله أكبر، لما الصبح جاء ما العدد كبير، 10,000 مويه ما في، قالوا لا نجد ماء نتوضأ به، فأنزل الله آيات التيمم، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فقاموا يتيمموا. لما صلوا الصبح وقعدوا مسافة فتشوا، الشمس طلعت،
لما الشمس أصابت الناقة في ظهرها قامت، فلما قامت وجدوا شنو؟ العقب لقوه. عشان كذا الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل قل وري الناس، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، في سورة الأعراف. وقال له في سورة الأنعام: قل، يعني وري الناس، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إلى آخر الآية. مش الحديث ده مش واضح؟ تعالى يا جماعة زول امشوا له، يقول لغنا مايتنا راحت شوف علينا وين، وذهباتنا راحت شوف علينا وين، وهو يقول أنا بعرف الرايحة، يدعي علم الغيب. هذا والله من الكفر بالله تعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مش كلام خطير؟ فلذلك الغيب ما يعلم إلا الله تعالى. إياك تمشي لزول تقول الزول لا بصيرته مفتوحة أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما في. يا أخي إبراهيم عليه السلام جوا الملائكة في شكل ضيوف، في شكل بشر، جاب لهم عجل، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي السورة الأخرى فجاء بعجل حنيف، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ طبعا ما بيأكلوا مع ملائكة، فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، وبشروه بغلام عليم. الغلام العليم إسحاق، والغلام الحليم في القرآن إسماعيل عليهم السلام جميعا. وقال لك في نهاية الأمر كون إبراهيم عليه السلام ما يعرف إنه ذي الملائكة لأنه جو في صورة بشر، معناه هو براه وما بيعلم الغيب، معناه إلا يجي وحي من السماء. الأنبياء بيجون وحي من السماء يقول لهم بيحصل كذا، ده كذي بعرفوا به والغيب، لكن براهم يكونوا قاعدين يعرفوا الغيب ما في. شكا الله قال في القرآن سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فما بزول أبدا بيعلم الغيب، ولا بزول بيعرف بكرة بيحصل شنو. أس غشوا الناس قالوا دي والداعية بتعرف بكرة بيحصل لك شنو، والفكيل الفلاني بيعرف الرايحة وين، والشيخ الفلاني بيجيب الرايحة، وده بحوطها وده بيعمل لها، ده كله خلاف الدين. قال تعالى في القرآن: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كلامنا مش واضح؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. شوف والله ده عظيم كيف، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. زول ياخذ القاوي يشيل العمود بتاع اللكن فطور، يمشي المزرعة من الصباح بدري، أي وقت الفطور المرة جهزت له الفطور، أي وقته يقعد له في شجرة، الشجرة حقته في مزرعته، والصفق نازل طق، دي صف ربع جاي نزلت طق طق، وتحته ملان صفق، وخد تاكله وياكل. تقول له الشجرة دي فيها كم صفق؟ كم صفق؟ شجرتك دي ذات حقتك أنت فيها كم صفق؟ يقول لك والله ما عارف إنها. والله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات
يعلم بها صفقة صفقة. ما عظيم؟ لذلك الزول يلجأ له سبحانه وتعالى، تلجأ إلى الله، راحت منك شيء طوالي تسأل الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام وأخوه لما يعقوب عليه السلام فقدوا وجابوا له الخبر، الله سبحانه وتعالى قال وتولى عنهم عن إخوة يوسف، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الأنبياء ديل بيشكوا لله ما بيشكوا للمخلوق. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. شوف قال الكلام، الله رجع عليه أولاده ولا ما رجعه؟ رجعهم. وقال في نهاية الصورة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا قد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إلى آخر الآية. فالغيب ده لله. اثنين مما يناقض هذا الأصل هو التوحيد دعاء غير الله تعالى. لما ناجم الزول في الصلاة يقول إياك نعبد وإياك نستعين، خاطب منه، خاطب الله سبحانه وتعالى، قال لي يا الله أنا ما بعبد إلا أنت وما بستعين إلا بك أنت، إياك نعبد وإياك نستعين. أجي يمرق برا المسجد بس تعتر لطوبة يعتر يقول يا فلان الحقنا ويا فلان فزعنا وفلان مات. أنا ماذا أن أشتم أي زول، ركز بالموضوع ده بالراحة، ماذا أن أشتم زول، لكن تركز بالراحة ده. فلان ده مات غسلوه وكفنوه وشالوه أربعة رجال في عنقريب سرير ودوا المغابر وحفروا المضمورة ودوا اللحد ودخلوا جوا القبر. فلان ده ذاته الشيخ ده صلى بينا ده ودخلوا جوا القبر شبر وجابوا الطوب رصوه طق طق طق، جابوا الطين ليسوه، جابوا التراب ردموا فوق. يمشي خطوات يعتر يقول لا الحقنا وتدخلوا هنا هنا تدخلوه يقول لا الحقنا تعلينا. شكا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وتوكل على الحي الذي لا يموت. كان قال لك وتوكل على الحي الأحياء مكتر، لكن قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت. ده يا حي ده الله براه سبحانه وتعالى، ما تعتمد على مخلوق. المرأة ما تعتر تقول يا شيخ فلان الحقنا، مهما بلغ من الصلاح مهما كان صالح، لأن الله قال لك في القرآن سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء شنو فعليها. وقال لك في القرآن أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. بعد قال شنو وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ما تقول ليس صالح، صالح لنفسه. قال لك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم. انتهى الموضوع.
وبعدين في الموت اي زول في الدنيا دي بنادي له زول؟ راجل ولا مرأة بنادي زول؟ ده في الموت بيموت سوء خاتمة. الدليل وين الكلام ده؟ في سورة الأعراف. أي زول يعتر يا فلان الحقنا، عربية دار تنقلب يا فلان افزعنا، جات كربة يا فلان يا فلان، يخلي الله وينادي المخلوق، ده والله في الموت بيموت سوء خاتمة. الدليل وين؟ سورة الأعراف. قال تعالى في سورة الأعراف: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، فلازم اللحظات الأخيرة في الدنيا لحظات الموت، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، وينون اللي بتنادون؟ قالوا ضلوا عنا، راحوا ضلوا عنا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. احكم على نفس الوقت ذاك انه كان كفر، كان كافر، ده موضوع خطير. والله سبحانه وتعالى قال عن اهل النار: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، شكل في النار جوا. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، أنا كنا ضالين. السبب شنو؟ إذ نسويكم برب العالمين. الله يعلم الغيب وشيخي بيعلم الغيب، ينادي الله في الشدائد وينادي شيخه، احلف في الله ويحلف في الشيخ. ما شفت الحلف بغير الله تعالى؟ زول يقول لك وحات جناي، والمرض يقول وحات أبوي، وده يقول وحات الزاد ده، وده يقول لك وحات القعدة دي، واحد يقول وحات النبي. واحد قبل أيام جينا منطقة برضو قدام، واحد شاب صغير قال لي، واحد جنب الدكان قال لي عليك النبي. قلت له يا شاب تعال، رسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما تقول عليك النبي، قول عليك الله، الله عظيم سبحانه وتعالى. ما تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي بنحبه وسيدنا، لكن ما تحلف به، ما بجوز. ولا تعتر تقول يا فلان الحقنا، ولا كذا ولا كذا. العقيدة يا جماعة تكون في الله صحيحة. والله إذا أهم شيء، وأقرأ القرآن من أول لآخره، التوحيد واضح، بل هو آيات بينات، بينات يعني واضحات. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن في سورة الرعد، قال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. بعد قال: له معقبات. هذه انت ماشي في الشارع ماشي، وفي جن داير يضرك، انت ما شايف الجن والجن شايفك. الله جعل لك ملائكة، ملائكة انت ما شايفهم. الله قال لك: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. زول يقعد في الواطة ده حاسب نفسه مستغفر ويتوب، وإن عنده كربة يلجأ إلى الله، إن داير جنة يلجأ إلى الله، إن داير رزق يلجأ إلى الله، إن عنده ذنوب داير مغفرة يسأل الله، إن وقع في معاصي خايف من عذاب القبر، خايف من النار، خايف من غضب الله، يلجأ إلى الله تعالى يتجاوز عنك بيرحمك. قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوف بعد قال شنو؟ قال: وإذا أراد الله بقوم سوءا. وأنا يا ريت الناس البرة يسمعوا كلامي،
لأنه يا جماعة احنا شايفين بعيننا، ما شفنا في بلدكم دي، الله يوفقكم، لكن شفنا في محلات بعيننا الطفل يعلقوا لك كمون، تقول لهم ده شنو؟ يقول لك بيحفظوا من العين. الكمون بيحفظ يا جماعة، وفي حرامية بيسرقوا شوال كمون ذاته، كمون ما يحفظ نفسه، شوال تلقى بتاع كمون الحرامي ماشي بيه في الزقاق. انت يا كمون ما تحفظ نفسك من الحرامي ده؟ ما بيقدر. واحد في الشمالية سايق له وتوز جديدة زي لا توزكت، بعدين اجرناه وركبنا معاه العربية جديدة، واحد صاحبي وراي شيخ كذي قال لي اسمه عبد الرؤوف، قال لي اسمع شايف تحت القزاز تحت المراية في شنو؟ هاي انت تحت المراية لقيت كيس، كيس ظريف كذا مربوط فيه كمون. قلت للسواق كمون ده شنو بيحفظ العربية موش؟ قال لي هاي ده من العين بيحفظها. قلت له الحرام بيسرق شوال بتاع كمون، قال لي كمون اقدر. بعدين قلت له الخواجة صنع العربية دي سوى لها كمون، خواجة ده مبسوقة وبيجربها شديد كمان، الخواجة سوى لها كمون. والله قال لي كلامك صح، اقطع واقطع، قال لي قطعته طوالي كشحته الحمد لله، زول فيه خير كون يقبل النصيحة معناه شنو؟ زول تمام فيه خير. تلقى الطفل عاد يقول الطفل ده جوا بطن امه 9 شهور الله حافظه، المرة نايمة وصاحي جوا البطن، المرة تصحى نص الليل تقول لها مالك؟ تقول لك والله ضربني بإيجاد وصاحي وهي نايمة. شو الحكمة دي؟ وجوا يحتاج له حاجة معينة، المرة برة تتوحم تقول لك دايرة سمك، بس إلا سمك تجيب لها سمك تاكله، الطفل جوا يسكت، هذه لأنه هو محتاج لشيء معين وما بيقدر يتكلم. وبعد يمرق برا، الطفل ده مرق برا ما بيمسك اصبعه يرضع فيه ولا بيمسك كراعه ولا بتقدر تتفاهم معاه، بيمشي لمحل معين بيرضع فيه. لعله منه؟ لعله منه الله سبحانه وتعالى. ويحبى ويكبر ويمشي ويقع ويسوي. وهسه امسك ولدك في البيت تلقى ما فاهم ايش، قول له الله وين؟ الطفل برا وقول له الله وين؟ طوالي باشر لك فوق، تقول لا لعلمك منه، يقول لك ما عارف بس كذب، لأنه دي فطرة. الله قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، لأنه الله ده عظيم سبحانه وتعالى. فما تعلق في الطفل كمون بيحفظه الله. يا أخي أطفالنا تلقاهم ريال تسائلة ما كل خدرة، تلقاه مال يا صدر وشكله مبهدل في الطين في التراب، وبعد ما اللي قال لك امي يقول لك ده وده هزي بدو عين ولا بدي عين يا خدرته دي؟ والله هزي ده بدو عين ولا بدي عين؟ ذلك تلقاهم مضاف، في دول ثانيه تلقاهم مضاف وظريفين ويلمعوا لا كمون ولا شيء. يا اخي الله قال في القران فالله خير حافظا وهو ارحم شنو؟ الراحمين سبحانه وتعالى. وقال لك وان يمسسك الله بضر، فايته كلام زي القران ده ما بتلقاه. قال لك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا تعلق كمون، لا تعلق حجاب. واحد لقيته في الحصيصة قاعد له في راكوبة وبيع في حجبات عمه كبير، قلت له ده حجاب شنو؟ قال لي ده تشيله مشتري له طبل، هو مشتري له طبل جديدة، طبل جديدة فيها 3 مفاتيح عشان تعرفها جديدة، وبعدين لافيها بجلد. قال لي ده حجاب بتاع مشاكل، لو عندك مشكلة تمشي القاضي. قام فتح الطبلة قال لي تكفل وتفتح 3 مرات، تقول محمد محمد، قال القاضي اسمه محمد ولا الزول مشاكله؟ قال قضيتك دي بتكسبها طوالي. طيب الناس اللي بيقروا محاماة 4 سنين تعبانين زي ما شوفوا لهم طبل. بعد شوية قلت له ده حق شنو؟ ده قال لي ده حق التجار، ده تشيله تاخده في الدرج ولا في الدكان، زباين ديل بيجوك كده، هو محله ذاته ما فيها زبون الا انا، وانا جيت انصحه.
انا ذاتي ما جيت اشتري منه، جيت انصح. وانت ممكن بتجيب زباين، شغلتك دي ليه ما عندك زباين؟ تلقى للظهر ما فطر وذاته للظهر ما فطر، تقول له ده حجاب شنو؟ يقول لك حق رزق. وانت لك والله ما ترزقنا لسه. طيب حجابك ده بيشتغل 200؟ انا داير عارف ده بيشتغل 200. يا ناس الله قال في القران، وانت قاعد شغلتك دي في الواطا، شغلتك دي فوق. قال لك وفي السماء رزقكم، ما واضح الكلام؟ وما توعدون. واقسم لك قال فورب السماء والارض. تخيل الله لما نقسم الموضوع ده مش انتهى؟ وكان قال كلام انتهى. خليه لما نقسم كمان، قال فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. وقال وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، بس لا ما بس، قال ويعلم مستقرها ومستودعها. هذا كان قال له اكل النمل، النمل اكل الدوق ملوه بتاعت عيش، رشيت لين شالنا العيش دي، خشت في جحر ودي في جحر ودي في جحر. قال لك الجحر ده جوا شكله كيف؟ ما بتعرف. هذا جنبك خد اصبعك في القد بتاع النمله بتاع الجحر، وقال لك جوا كيف شكله؟ انت ما عارف. والارض فوق لها السحاب، والسحاب فوق لها النجوم، والنجوم فوق لها السماء الاولى، فوق لها الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه، وفوق لها فوق سدره المنتهى، وفوق لها العرش. والارض مع السماوات كحلقه، شفت الحلقه بتاعت السلسل؟ كحلقه ملقى في فلاء، صحراء رميت فيها سلسل صغير تعمل شيء؟ دي الارض مع السماء، والسماء والارض مع الكرسي كحلقه ملقى في فلاء. ما مش قال 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 وسع كرسيه السماوات والارض. ودي كلها مع العرش كحلقه ملقى في فلاء. العرش ده شيء كبير خلاص. والله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، وبعد ده جوا جحر النمله دي يعلم به. دي ما عظم ومبالغه، ما في الا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك انت قال لك ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هناك في الايات دي قال واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. كان داير بيك سوء ما بيقدر يرده، ناس جت لو وقفت ما بيقدر يعمل لك اي شيء. عشان كذا قال واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق ده لما يبرق بيشفع، وناس بيجروا بخشوا طوال الاوضه خايفين، يقول لك البرق جه. وفي ناس عندهم زراعه يقول لك ان شاء الله تصب. ديل دارين طمعانين وديل خايفين. قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ملائكة بتخاف الله، خليه ابن آدم الضعيف ده ملائكة. تعرف الملك كذلك كيف؟ الملك في كتاب سنن أبي داود وعند الحاكم في المستدرك صححه وافقه الذهبي، كذلك الألباني رحمهم الله جميعا، من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش. قال الدونيزي نتكلم عن ملك واحد بس. قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. والله ده حديث صحيح. قال لك وتلقاه في تفسير ابن كثير لقوله تعالى سورة الحاقة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، تلقى في تفسير ابن كثير الحديث ده برضه. قال بس من أضانه
كتفه تركب حصان 700 سنة قال كر جري بس لا هذا من راسه ليه باقي جنحيه وليه باقي رجليه ده يكون كم؟ آلاف وده شغل كثير؟ 700 سنة التجاري بس تصل من الأضان للكتف وده ملك واحد ملك واحد بس من الملائكة السماء فيها كم ملك البيت المعمور فيه كم ملك المقاصد الكعبة فوق في السماء البيت المعمور السماوات دي كلها كم ملك وجبريل عليه السلام 600 جناح عنده قال كان فر جناحين بس نشر جناحين سد الأفق إن 600 كان اثنين فرائن الشمس بيورا ما بتشوفها سد الأفق كله بعد العظمة دي كلها قال لك الملائكة ديل بيخافوا من الله مش ابن آدم ده غافل وما جايب خبر بعد ده تساوي لك مخلوق بالخالق تقول أنا بنادي الله وشيخي الشيخ عنده شيء يا جماعة الله قال ليس لك من الأمر شيء الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء الأمر بيد الله تعرف الآية دي سبب نزول شنو في صحيح مسلم رسول وقف جنب الكعبة صلى الله عليه وسلم ورفع يديه قال اللهم لعن فلان اللهم لعن فلان اللهم لعن فلان ثلاثة في صحيح مسلم الثلاثة أسلموا دعا عليهم دعا عليهم الثلاثة أسلموا صفوان وعمير واحد ثالث اسمه هشام ولا منهم نسيته الثلاثة أسلموا لما نسلموا الله نزل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فلذلك يا جماعة زول يعظم الله وحد الله لا تعلق بحجاب لا تمشي لقبة لا تتبرك بتراب لا تنادي شيخ لا تمشي لفقيه الله بس لا أنك بتمشي لبراك إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة شنو فردا والله يوم القيامة ده لا قريبك بينفعك لا صاحبك بينفعك قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب نسب يتقطع فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه دول بيجر من أمه يقف لحواره كذا يا جماعة فكروا براه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني الزوجة وبنيه كلهم بيجر منه ليه بيجر لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أي زول هم نفسه عنده شأن يغنيه عن الآخر شكي قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وقال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا براك حسن البصري قال يا ابن آدم ذنبك ذنبك هو لحمك ودمك لو أن الناس كلهم أطاعوا الله وعصيته أنت ما نفعتك طاعته ولو أن الناس كلهم عصوا الله وأطعته أنت ما ضرتك معصيته خلقت وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك ما تتعلق ببشر أبدا الله بس سبحانه وتعالى واحد بيقول لي ابن النحوي ده قال أبيات عجيبة زول عنده مشكلة يقوم بالليل بس يسأل الله سبحانه وتعالى وبالنهار برضو أسأل الله ابن النحوي ده قال طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا قال الناس بعد نامت فرجت مصلايتي ودعيت الله صليت ودعيت الله
قال تركت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك هموما أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد تلجأ إلى الله تسأل الله تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ما الأصل الثاني؟ ونحن طولنا عليكم اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام أي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عبد بها الله أنت أعبد بها عبادة ما فيها دليل ما تدعب وراء فالزول اللي بيعبد بالبدع زي الزول المسافر وما لا جراب وتراب قدر ما يلقى له تراب يملاه يملاه تقل عليه نفسه وما استفاد لو ملاه دقيق ولا حاجة سمحة ولكن معلش لكن تعبان ساي والله يجيبوا لك في البدع قال قال سار الليل للقرض قرش قال لك كل قرض من في آية فيها قرض والله قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ده يأكل في القرض قال سار الليل للقرض قرش ما هو الحبوب ما هو الأغبش عنده حصانة ما بتفتش كهربته العالية بتحرك تش أسي ده دينا يا جماعة ولا كهربة دي فيها فايدة يا عم أنا فيها فايدة والله واحد سوى قصيدة قال شنو سمعتها مسجلة قال دخل بلياء طلع كيكي ما هو الفجل ما هو البامبي أسي ده دين ولا ملك بتاعت خدا دي قصايد أسي ده مدح للرسول عليه الصلاة والسلام ولا لخبة سايخ سرتي حرتي ما هو الفجل ما هو البامبي يا ناس ما لنا وما الشغل زي ده نحن علينا بالأمر العتيق الكتاب والسنة والله الذي لا إله غيره ولو تكون زول حر لا تبقى مع جماعة الديل ولا مع جماعة الديل ولك يعني نبقى معاك وانتو ولا معانا نحن أنا مش وين تبع الرسول صلى الله عليه وسلم في أحسن منه واتبع الصحابة في أحسن منه لا تبقى أنصار سنة ولا تبقى صوفي ولا تبقى أخو مسلم ولا تبقى حزب الأنصار ولا تبقى حزب أمة ولا تبقى جماعة التبليغ يقولك يا نبقى شنو أبقوا مسلمين ما سمعت سورة الحج آخر صفحة هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء شو على الناس وأنا أختم لك الزول في قبره بيسألوه من ربك الجواب شنو الله صح ولا ما صح ما دينك الجواب شنو في زول بيسألوه ما دينك بيقول أنا صوفي أوه والله يجوا تقول لك هذه والله بتتورط الله يقول لك ما دينك جواب واحد بس الإسلام صح ولا ما صح؟ أقول لك ما دينك؟ تقول لا أنصاري تعني مرة زبة بتاعت حديد تبع عارف جوا في شنو؟ مرزبة من حديد قال لو ضرب بها جبلا لصار ترابا في مسند أحمد يقول لك ما دينك؟ تقول له والله أنا مع السادة الختمية بختمة لك في أذانك ما بتفهم شي ثاني ولا مع القادرية ولا التجانية ما في كلام زي ده في إسلام وإسلام عتيق وإنسان يشق الدرب يقول لك من نبيك؟ تقول محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك ما علمك؟ كلام ده جبته من وين؟ فتقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. دي أسئلة القبر أربعة. في مسند أحمد وفي الترمذي. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما علمك؟ أربعة. ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلم قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت لو زول ما بيعرف يكتب اسمه مؤمن تمام بيلجأ إلى الله وحده لا شريك له ماسك الدرب لا بيقدر يجاوب لو زول بروفيسير ملخبط في الدين شغلة دي بتبقى له صعبة جدا قال لك يثبت الله الذين آمنوا
القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، نسأل الله يتقبل منا ومنكم. والبلد دي والله فيها خير، بلدكم دي الله يتقبل منكم. أنا شايف الناس بيجوا بالشارع بيتاوبوا بيعاينوا وكذا وكذا، الله يتقبل منكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم، نحسبهم الله حسنا.